يلا نبتدي إن شاء الله. أنا همشي معاكم الخطوات من الأول. خلينا نشوف عمل. أول شيء أحب أشكر فريق العمل اللي اشتغلوا طبعاً العمل عشان يطلع بالحجم الكبير ده. طبعاً في فريق عمل اشتغلوا فيه طبعاً بإشراف أبلة شيخة المديرة المساعدة عندنا، وفي عندي أبلة شوق الكندري وأبلة شيخة العتيبي وأبلة سمية، كلهم طبعاً عشان نطلع بتصوير للمدرسة بالكامل ونقدر نضيف أسماء الطالبات. طبعاً هو ليس عمل فردي، هو عمل جماعي في المدرسة، وأشكرهم طبعا، وأشكر أبلة شيخة عشان أتحت لنا الفرصة إن احنا نطلع عمل كبير بالشكل ده. ونبتدي إن شاء الله نشتغل خطوات العمل اللي هنشتغل عليها في ورشتنا اليوم. أول شيء هوريكم أدوات العمل، وبعدين التعرف على تطبيق ستريت فيو، والتعرف على تطبيق أو موقع ثينك لينك، وبعدين هوريكم الخطوات والترتيب الخاص بفريق العمل. يعني لو مشيتوا على الخطوات فريق العمل اللي احنا اشتغلنا عليها هيطلع معاكم العمل بكل سهولة، اوكي؟ وفي الاخر ان شاء الله هتحصلوا على شهادات معتمدة من مايكروسوفت لتطبيق ثينك لينك، اوكي؟ طيب يلا خلينا نبتدي. اول شيء ادواتي في العمل، استخدمنا تطبيق ثينك لينك او موقع ثينك لينك، واستخدمنا تطبيق ستريت فيو، هيكون على الموبايل. يعني تطبيق ستريت فيو أنا هستخدمه من الموبايل، وتطبيق ثينك لينك أنا مش هستخدمه كتطبيق على الموبايل، سأقوم باستخدامه في الموقع على طول مباشرة من اللابتوب. طبعا هيكون أدواتي اللي هستخدمها هيكون معايا اللابتوب وهيكون معايا موبايل، وطبعا كلنا إيه نقوم بتجهيز فنجان من القهوة كده جنبنا عشان إيه نركز ونبتدي نشتغل إن شاء الله ويطلع عمل حلو. يلا نبتدي. أول شيء ما هو تطبيق ثينك لينك؟ تطبيق ثينك لينك بيساعدك هذا الموقع في شرح الصورة التي تستخدمها في موضوعك. يعني في صورة معينة أنا مش هاخد كتير في البرنامج، يعني أنتم ممكن تشوفوا بعد كده أو لو حابين يكون في ورشة مستقلة. تطبيق ثينك لينك هو تطبيق ممكن أحط فيه الصور، يعني مثلا ممكن يخدمني في المواد العلمية والاجتماعيات أو أي مادة فيها صورة أنا حابة أضيف عليها روابط أو أضيف عليها تعليقات، هو بيضيفها. وأكثر وبعدين من مميزاته أنه بيتيح الشرح باللغة العربية، وأيضا يمكن استخدام الصور بخاصية اللي هو الـ 360، أوكي؟ طيب ده تطبيق Thing Link. التطبيق الآخر هو تطبيق Street View. ستريت فيو هو تطبيق سنقوم بتحميله على الموبايل من الايه من الاب ستور او الايه اللي هو على السامسونج، اسمه البلاي ستور على السامسونج. هتنزله تطبيق اسمه ستريت فيو من جوجل، اوكي؟ تطبيق الستريت فيو شايفينه هو نفس الاسم ده، لو حابين تحملوه دلوقتي حملوه احنا شغالين. اول شيء بعد تحميل التطبيق على الموبايل هتكون امامي الشاشه اللي امامنا دي كده، بفتحها هيكون عندي شايفين شكل الكاميرا اللي تحت دي، بضغط عليها. بعد الضغط عليها تظهر امامي الاختيارات اللي امامي دي، هختار منها تيك فوتو شير، يعني شايفينها الاخيره دي، هضغط عليها، اوكي؟ يعني الاول هضغط على الكاميرا بعد ذلك اضغط على تيك فوتو شير. الخطوة المهمة عندي في التصوير، أهم خطوة في التصوير، هتظهر أمامي هنا. طبعا أنا مش مصورة مكان، المكان الأحمر ده كأنه هو الصورة اللي هتظهر أمامكم. شوفوا معايا الفيديو. بعد فتح التطبيق وهاخد الصور هيبتدي يظهر عندي هنا، شايفين علامة الصح اللي عندي تحت دي بتبتدي تكتمل، وهيظهر عندي في المكان اللون الأحمر ده كأنه الصورة، أوكي؟ واللون الجراي أو الرمادي اللي بالأعلى ده هو هيكون اللي هو الفراغ، هو هيكون لونه جراي، لكن اللون الأحمر ده يعني صورة، أوكي؟ أو المساحة اللي حولك. شايفين أنا وأنا واقفة بمكاني ما أتحرك من مكاني هبتدي ألف بالموبايل. أثناء تجولي بالموبايل ولفي بالموبايل حوالين نفسي وأنا واقفة بنفسي بتظهر الدوائر الصفراء اللي إحنا شايفينها دي،
ببتدي أمر عليها دائرة دائرة وأعمل تغطية. أثناء تصويري بيظهر أمامي، شايفين العلامة الصح اللي تحت بالأسفل؟ بتظهر عندي علامة الصح اللي بالأسفل، بتبتدي تكتمل الدائرة. لازم تكتمل الدائرة إلى اللون الأخضر، أوكي؟ عشان أطلع صورة ثلاثية الأبعاد، أو صورة اللي هي إيه بتلف في نفس المكان كجولة، أوكي؟ أبتدي أغطي المكان حولي، شايفين؟ يعني أي مكان. وبعدين أبتدي أطلع للأعلى حتى السقف اللي في الأعلى كده كمان بصوره، شايفين؟ ببتدي ألف وأصور إلى أن تكتمل عندي علامة الصح دي اللي لونها برتقالي، تتحول إلى اللون الأخضر. تمام؟ واضح لحد كده؟ حد عنده أي سؤال؟ إحنا يعني هنخلي الأسئلة في الآخر أفضل يعني، أوكي؟ إحنا كده ابتدينا نصور. تمام؟ أبتدي أعمل تغطية للمكان بالكامل، هوريكم الصورة لما تتحول إلى اللون الأخضر وتبتدي تنزل على الموبايل، يعني هتبتدي تنزل على الموبايل عندي. دي أول خطوة بقوم بتنفيذها، بأول خطوة عندي في تطبيق ستريت فيو، أوكي؟ لو فضلت إشارة واحدة لم يتم تحديدها أو لم يتم تصويرها، بتفضل إشارة خضراء برتقالي، تحولت أخضر الآن، أهو ready to publish، وهتبتدي يحولها عندي وهتنزل عندي على الموبايل في الجاليري أو الصور. تمام؟ دي الخطوة الأولى، إن أنا قمت بالتصوير. دلوقتي هنتقل إلى الخطوة الثانية، وهو أني هبتدي أروح على موقع ThingLink. موقع ThingLink بدخل عليه، حط لكم الرابط أيضا فيه على الشات اللي بيننا. هدخل على تطبيق ThingLink، هو بيتيح لي في التسجيل الدخول أني أدخل بأي أكاونت، لو أكاونت المايكروسوفت أو أكاونت الجيميل. يفضل اني اقوم بالدخول عن طريق تطبيق عن طريق ايميل جيميل، يكون واحد للكل، فريق العمل هيشتغل على نفس الايميل، يعني احدد فريق ايميل مثلا، ايميل خاص بالمدرسه، وكل فريق العمل سيقوم بالدخول بنفس الايميل على البرنامج. اوكي، يعني هدخل من الجوجل، هكتب ThingLink واعمل تسجيل الدخول، تسجيله سهل وبسيط، وادخل بايميل يكون جيميل، ويكون إيميلي خاص بإيه؟ يعني يكون مفتوح للكل، كل الفريق هيتم العمل عليه. دي الخطوة الإيه؟ الثانية. طيب خلينا نشوف الترتيب اللي هشتغل عليه. طبعا أنا دخلت، هعمل حصر لعدد اللجان، هعمل حصر لعدد اللجان وهبتدي أقوم بتوزيعها، أوكي؟ بعد ذلك هقوم بتشكيل فريق عمل من المعلمات، يعني هنبتدي نشكل فريق عمل من المعلمات في المدرسة. بعد ذلك هقوم بتقسيم اللجان على فريق العمل، يعني أشوف أقسم اللجان اللي عندي على فريق العمل، وهقوم بتصوير اللجان باستخدام برنامج ستريت فيو اللي هو اللي شفناها في الشرح الآن. الخطوة الخامسة وهي رفع الصور على التليجرام وتسمية كل لجنة باسم بسيط. احنا لما عملنا تسمية اللجان سميناها اسم طويل، فكان بيختفي في المعاينة يعني. بعد كده لما سمينا اسماء قصيرة، يعني شوف ممكن لما اعمل معاينة بعض الاسماء بتختفي عندي، وخصوصا لما اسوي كرييت، لما نشوف الخطوة اللي وراها. فانتوا يفضل من الاول هعمل ايه، وانا داخلة على كل معلمة هتقوم بتصوير من موبايلها، هعمل فريق للمعلمات على التليجرام، أوكي؟ كل معلمة من فريق العمل هتقوم بتصوير صورة، وهي بتصور الصورة تحط تحتها على طول، ترفعها على التليجرام وتحط اسم الصف، وليكن لجنة مثلا، أول شيء رقم اللجنة مثلا 8 علمي علوي، يعني في طوابق علوية وطوابق سفلية مثلا، أو مسرح أو أي شيء حسب تقسيمة المدرسة، مثلا 10 أدبي أرضي كده، خلوا اسم مختصر وبسيط. ده نتيجة تجربة عملية، احنا قمنا بالتجربة وفعلا احنا لازم يكون الاسم بسيط وواضح، بحيث كلنا ايه نوحد الاسم. تمام؟ طيب بعد ما رفعت كل معلمة رفعت الصور على التليجرام، دور معلمة الحاسوب بقى بتكون قاعدة، او اي واحدة من الفريق، يعني هي اللي هتكون مسؤولة عن
التطبيق على التليجرام، هتفتح هتبتدي تفتح التليجرام، وعن طريق التليجرام هبتدي انزل الصور على جهاز الكمبيوتر. انا هبتدي انزل الصور عندي على جهاز الكمبيوتر بالشكل ده، شايفين؟ هنزلها من التليجرام، وانا بعمل لها سيف من التليجرام، هسمي كل صوره باسمها. اوكي، يعني باخد الاسم اللي الابله حطته على التليجرام، وببتدي اسمي الصوره، كل صوره كل لجنه بالاسم المطابق ليها، شايفين؟ لجنه كذا، لجنه كذا، ابتدي اسميهم. خلاص، اوكي. طيب، يبقى انا صورت وبعدين رفعنا على التليجرام، وقمنا بتسميه كل لجنه، ان طبعا المدرسه كبيره، انا مش هعمل لمكان واحد، فاهم؟ شيء تسميه اللجان باسمائها المضبوط. الخطوه التاليه، هبتدي اروح على اكونت التليجرام. اوكي، معلمه واحده بس اللي هتعمل الجزء ده لباقي المعلمات. هبتدي اروح على كرييت، شايفين كرييت؟ اوكي، لحظه، اوكي، هبتدي اروح على كرييت، هضغط على كرييت. من كرييت بيطلع لي الاوبشن دي، من المزايا الموجوده في البرنامج، طبعا ممكن تطلعوا عليها بعد كده، ان ممكن انشئ اي لينكس موجوده عندي على اي صوره. انا هبتدي اختار 360 image virtual tower، اي virtual tour. اوكي، هضغط عليها كده، وبعدين اضغط على continue، وبعدين ابتدي اعمل ايه؟ drag and drop، هبتدي اسحب الصور هنا. خليني اشتغل بس لحظه من الاكونت التاني، عشان ايه ده في صور المدرسه، ده اكونتي الخاص. انا هضغط على كرييت مره اخرى، وبعدين هضغط على الفيرتشوال، واضغط على الكونتينيو. هبتدي اما اعمل ابلود او اعمل دراج اند دروب، يعني انا لو دخلت على المجلد وسحبت الصور خلاص، او سحبت اي صور وعملتها دراج اند دروب على المجلد، على طول ابتدى يعمل ايه؟ لودينج للصور، او شايفين؟ ابتدى يقوم برفع الصور عندي هنا على طول، وشايفينها؟ اوكي، كل صوره طبعا احنا حطيناها باسمها. هضغط على كونتينيو، هيبتدي يظهر عند باقي الفريق. خلاص، يعني هم الفريق قاموا بالتصوير، خلاص احنا انتهينا من التصوير. هتبتدي كل معلمة، طب احنا قلنا ان هقوم بتقسيم المعلمات الى فرق. اوكي، كل واحدة مسؤولة عن مجموعة لجان، مثلا من 1 إلى 5، من 5 إلى 6 كده، هقوم كل واحدة مسؤولة عن لجانها. هتبتدي المعلمة تدخل، بس مش بالموبايل الخطوة دي، عن طريق اللابتوب. هتدخل باللابتوب الى كل لجنة. اوكي، هتعمل ايه المعلمة؟ أنا طبعًا قمت برفع الصور ليهم وخليتها إنها تكون 360. أنا لو رفعت الصور عادي، لو عملت أبلود للصور هنا عادي، أوكي، مش هتكون خاصيتها 360، لازم أضغط على إيه؟ أعمل لها كرييت وأحولها إنها تكون 360. تبتدي كل معلمة تشوف رقم لجنتها وتدخل عليها من هنا. شايفين؟ هتظهر أمامها اللجنة كده. أوكي، الخطوة اللي وراها، بعد ما كل معلمة دخلت على لجنتها، هتضغط على Edit. طبعا احنا الهدف من هنا ايه؟ ان كل معلمة، ان كل طالبة تدخل تلاقي اسمها على اللجنة، عشان كده بقول لازم هتكون التغطية لهذه المرحلة هتكون يعني حية، ان كل معلمة هتدخل باللابتوب على اللجنة وتشوف الطاولة، طاولة الطالبة. طبعا اكيد كل اللجان تمت اعدادها مسبقا، فانت هتدخلي على كل الطاولة، وبعدين هتبتدي تعملي ايه؟ اضافة علامة. اوكي، هضيف اضافة تسمية نص معايا، اضافة تسمية نص. اوكي، تمام، خلاص ابتديت ادخل على اضافة تسمية توضيحية، وابتدي اضيف تسمية زي ما شفنا اهي، ضفت علامة عندي هنا. التسمية بيتم اضافتها بعلامة، ممكن اقوم بتغيير الايقونه الخاصه فيها، يعني انا عايزه شكل الايقونه مثلا، لو اللجان طبعا هو رسمي ان كل اللجان هتكون 6 طالبات، فانا ابتدي استخدم الارقام، وبعدين ممكن كل لجنه اول ما اختار الرقم هيطلع لك الوان الرقم،
ممكن كل الأدبي بلجان مثلا علوي لون ألوان معينة حسب اختيارك. مثلا أنا لو هختار اللون الأحمر وأبتدي أكتب اسم الطالبة وليكن الطالبة شوق. شوق الكندري. أوكي، وأقول له تم وأبتدي أحط اسم الطالبة شوق. خلاص، يبقى هنا ضفت الطالبة الأولى وأنا بنفس الصف وفي نفس المكان، ولا أي شيء، ولا هضغط على تم. أنا من إضافة علامة مرة أخرى، إضافة تسمية النص، وأبتدي أروح على الأيقونة وأختار رقم 2 وأختار لو هو 1 هيكون اللون الأحمر وأكتب مثلا طالبة شيخة مثلا وأقول له تم وأضيف أبتدي أحرك مكان الرمز. نفس الشيء، إضافة مرة أخرى تسمية وأبتدي الطالبة رقم 3 وهكذا. أوكي، مثلا أنا بحط فريق في العمل اللي اشتغل معايا وأبلة سمية وأقول تم. أوكي، إنه أبلة مثلا سمية. أوكي، وأقول له تم واختار الصورة نحطها رقم 4 ونقول له تم. خلاص، تمام لحد كده. اهي ضفنا اللجان، ضفنا اسماء الطالبات. طبعا في 5 و6 لسه، انا ببتدي اتنقل في المكان بالشكل ده، شايفين ابتدي اتنقل في المكان والف وابتدي اضيف الصور واقول تم. اوكي، يبقى كده اللجنه اصبحت جاهزه عندي. بعد ما اخلص اللجنه، كل لجنه اقوم بعملها لازم اروح على البرايفسي سيتنجز، شايفينها البرايفسي سيتنجز، ابتدي اضغط عليها واخليها بابليك واضغط على سيف. تمام، يعني انا من هنا عملت عملت ضغطت على علامه القلم مره وعلامه الايه البرايفسي سيتنجز وضغطت عليها انها تكون بابليك. اوكي، وبعدين اضغط على الاكس عشان اطلع من اللجنه. اوكي، يبقى كده انتهينا من اللجنه الاولى. هروح مثلا على لجنة المسرح، نفس الكلام، هروح على لجنة المسرح. طبعا احنا انا كنت صورت الصورة دي من المسرح في الاول، وبعدين بعد كده اكتشفنا ان الصورة مش هتكون واضحة للمسرح، ان المسرح كبير، فراحت ابلة شو جزاها الله خير يعني، وراحت واقفة هنا وصورت المسرح من الوسط انه كبير، فهيتحلك انك انت تشوفي كل الطاولات وتقدري تلفي في المكان. اوكي، ف يفضل ان المسرح او المساحات الكبيره صوريها من الوسط، وهوريكم الصوره من الوسط على تكون شكلها هتكون افضل. اوكي، وبعدين نبتدي نفس الشيء، نفس التصوير، وهبتدي اضغط على البرايفسي وهقول له بابليك، ونفس الشيء هروح على القلم وهبتدي اضيف اضافه علامه واضيف طالبه طالبه. اوكي، هو الموضوع شويه يعني هو بس الإجهاد فيه اللي هو إنك أنت تعملي الطالبات يعني، بس إن شاء الله كله سهل لما بيكون فريق عمل كبير وبيتم تغطية المكان ويكون فريق شاطر زي فريق مدرستنا كده وخلصوا على طول، فبيكون الموضوع سهل إن شاء الله. طيب، دي الخطوات اللي هي الأولية. طيب، خلينا نشوف في الشغل اللي عندنا. إحنا في مدرستنا بعد ما سمينا الصفوف وسمينا وضفنا أسماء الطالبات، صورنا مداخل كل لجنة وسميناها باسمها، مثلا مدخل علمي علوي، مدخل لجنة مثلا الأدب الرئيسي، مدخل المدرسة، في عندي علمي علوي وفي علمي طابق أرضي. فبعمل أنا بروح بصور المدخل، شايفين إحنا عايزين. طيب، المرحلة الثانية اللي هي تجميع الصفوف، ببتدي أروح على الصفوف على الممرات، ممر كل لجنة، وأبتدي أعمل دي الخطوة المهمة اللي محتاجة تركيز كمان. هبتدي أعمل أنا عايزة أقوم بتجميع كل اللجان على الصفوف، شايفين الشكل الأمامي ده كده. أوكي، وممكن أحط مؤشرات كمان. خلينا نشوف طريقة تطبيقه. خلاص، هنروح على الخطوة التالية. معلش بس إن في ناس لسه بيدخلوا. أوكي، هروح على الخطوة التالية اللي هي إضافة أنا ضفت الممرات. أوكي،
طيب خلينا أضيف صورة للممرات من هنا عشان تشوفوا شكلها. نبتدي نسحب الصورة عندي هنا على الفولدر وابتدي احطها، وايه هتتم تحميلها زي ما شفنا الخطوات، وبعدين نضغط على continue. اوكي طيب انا دلوقتي عندي مدخل الايه الصف، هبتدي الممرات هدخل على ممر فيهم، انا عندي ممر المدرسة بالشكل الامامي ده، هبتدي عايزة اضيف عليه الصفوف. طيب طريقة إضافة الصفوف، وطبعا إضافة الصفوف هتكون في الصفوف على اللجان، هروح على نفس القلم اللي أنا ضغطت عليه، أضغط على القلم مرة أخرى، من القلم هضيف أضغط على إضافة علامة، من إضافة علامة المرة دي هختار إنشاء جولة، إنشاء جولة. أوكي هضغط على إنشاء جولة، تحديد المشهد، تحديد المشهد. من تحديد المشهد شايفين هنا الأسماء الطويلة، شايفين ليه قلت لكم سموا أسماء قصيرة؟ الأسماء الطويلة بتختفي لما بعمل الشكل هنا، ولكن الاسم القصير على طول بيبين عندي، فأنتوا أسهل لكم من الأول سموا أسماء اللجان بأسماء قصيرة عشان تظهر أمامك هنا وتقدري تشوفيها إن خطوة التجميع هي اللي إيه ممكن يعني تلخبط إيه الموضوع كله. فأنت تختاري تكوني دقيقة في اختيار اللجنة، طبعا هيكون معاكم مخطط المدرسة، هيكون معاكي المخطط الخاص باللجان، أكيد كل مدرسة عندكم مخطط، أو أنت لو مريتي بورقة وقلم ورسمتي كروكي كده وكتبتي أرقام اللجان هتكوني عارفة إن كل ممر فيه أي لجان. وهبتدي مثلا أختار الصف الأول اوكي، وابتدي اقوم بتغيير الايقونه، ممكن احط شكل معين، احط مثلا علامه اللي هي اللوكيشن اوكي، او ممكن اللجان احطها بالارقام او اي صوره انا بختارها وتكون بالشكل ده، وابتدي اكتب هنا النص، يعني لجنه مثلا 10 واقول له تم اوكي، واقوم بسحبها على اللجنه مرة أخرى، إضافة علامة، إنشاء جولة، تحديد مشهد، وأبتدي أختار الصف الثاني أو اللجنة رقم 2. طبعا أنا هنا دي مش مضبوطة اللجان، أنا بس بشتغل في الأكاونت هنا، وأبتدي أكتب مثلا لجنة وأختار الأيقونة وأقول له هنا وأختار اللون وأقول له تم. شايفين إضافة مشهد، إضافة المشهد ده هو اللي بيتيح لي إني لما حد يضغط هنا يدخل إلى الصف. أوكي؟ وفي الآخر بعد ما أضيف الممر بالكامل ممكن أضيف كمان علامات إرشادية، يعني مثلا أضيف إضافة تسمية وأكتب هنا مثلا أحط علامة البيت مثلا وأحط لون أحمر، أكتب هنا ممر لجان مثلا 12 علمي أو أي كلام هتكتبوه، رقم مثلا من رقم 10 إلى 14 مثلا أوكي وأقول له تم. دي هتكون إيه استرشادية كده، يعني اللي هيوقف عليها هيشوف رقم إيه اللجان بس، ممكن أحط أسهم، يعني ممكن إضافة تسمية أخرى، ممكن أقول له اتبعي الأسهم، اتبعي الأسهم الإرشادية. أوكي وأقول له تم، مع كل إضافة لازم أضغط على تم. أوكي ممكن كمان أنتوا لو تلاحظوا إحنا عاملين، يعني أنا الممر ده عملته وفي نفس الوقت عاملة إيه زي جايد كده مساعد، إن ممكن يعني أنا عندي هنا ممر، هنا مثلا ممر العلمي علوي وسفلي، وهنا الممر الأدبي اللي تحت مثلا مقابل لي، هبتدي أحط هنا كمان مشهد أوكي لممر. أنا طبعا إيه ممكن بعد ما أخلص الممر بالكامل ممر العلمي أبتدي أضيفه هنا، إن ده مشهد يدخله على الممر بالكامل وشامل اللجان، وهنا ممر اللي مثلا العلمي العلوي أحط مشهده بعد ما أقوم بإنهائه، يعني أنهي المشهد الأول وبعدين يعني انا في الاخر بقى ايه ببتدي يعني انهي الممرات بالكامل. يعني احنا الخطوه الاولى
انهينا الصفوف. الخطوة الثانية هبتدي انهي الممرات. بعد ما انهي الممرات بقى كده وقعدت خلاص كده، ابتدي امسك ممر ممر وممكن اضيف فيه زي ده مثلا اضافة مشهد اخر للجنة مثلا العلمي. خليني اوريكم في اللايف عندنا مثلا مدخل علمي علوي. شايفين انا بعد ما ضفت الصفوف، ضفت روابط الصفوف، ضايفة هناك هنا مدخل لجان الادبي. طبعا كنت انتهيت من ممراته. مدخل لجان العلمي رقم الادبي مثلا رقم كذا الى كذا، الادبي من 6 إلى 10، وهنا من 1 إلى 5. اي حد هيدخل عليهم هيوديك الممر التاني بالكامل بصفوفه، يعني مش هيوديك على صف معين بقى. فعشان كده بقولك لازم الاول انتهي، اقوم بالانتهاء من ايه، من الممرات، وبعد كده اضيف يعني كل ممر اضيف فيه صفوف، وبعدين ابتدي اضيف الايه الاشياء الاضافيه اللي انا عايز اعملها. اوكي، بالشكل الامامي ده هنا كده شفتوا، وهنا دي مثلا اشياء ارشاديه. اوكي تمام. ومنساش اني بعد كل خطوه اضغط على ان هي تكون ايه بابليك. خلاص اضغط تم الاول من هنا، وبعدين اروح على البرايفسي واضغط انها تكون بابليك واقول له سيف. خلاص، وبعدين اضغط على الاكس للخروج من الايه من الممر. يبقى الخطوه الاولى صورنا، وبعدين قمنا برفع اللجان بتسميتها على مجلد. اوكي، وبعدين بعد ذلك قمت بعمل ايه الممرات. طيب انا عندي هنا مثلا شوف نشوف في اللايف عندنا مدخل للمدرسة، مدخل المدرسة، مدخل المدرسة الرئيسي احنا ضفنا فيه ايه هنا مثلا المسرح. كتبت اللجان العلمي من رقم كذا الى كذا اللي هيدخل، ان طبعا ده مشهد. اوكي، وهنا مدخل الإدارة عندنا، ده مدخل الإدارة. اوكي، وعندنا هنا حاطين صورة أبلة صفاء، وبعدين هنا عندنا مدخل لجان العلمي. أنا حطيت إن هنا لجان العلمي علوي، لجان العلمي أرضي، دي مشاهد لممرات. نفس الشيء هنا احنا عندنا مدخل ممر لجان الطالبات عندنا في الإيه مع مثلا لو أي في ملاحظات أو شيء أي شيء بنبتدي نكتبه، أي بوابة المدرسة، أي شيء أنت حابة تضيفيه. يعني أنت روحي عند ممر المدرسة أو مدخل المدرسة وابتدي تخيلي أنت لو طالبة وعايزة تبتدي تشوفي ده زي إيه المدخل الرئيسي اللي هبتدي المرشد ليه أو الجايد اللي هيكون معايا أني أبتدي أقوم بجولة داخل المدرسة. أوكي، نرجع تاني هنا في الباوربوينت، أقول لكم على الخطوة وأحط لكم خطوات العمل علشان لو هتبتدوا تشتغلوا عليها. أول شيء هعمل حصر عدد اللجان، تشكيل فرق عمل من المعلمات، تقسيم اللجان على فريق العمل ان كل معلمة مسؤولة عن لجان معينة، تصوير اللجان باستخدام برنامج ستريت فيو، رفع الصور على التليجرام وتسمية كل لجنة باسم بسيط وليكن ثامن علمي علوي، عاشر ادبي ارضي، وهكذا. الدخول الى موقع ثينجلينك بنفس الحساب لجميع الفرق، تقوم كل معلمة بالدخول إلى صفها ثم تقسيم اللي هو تم تقسيم الصفوف مسبقا يعني من خلال الموقع، وتقوم بإضافة أسماء المتعلمات حسب ترتيبهم داخل اللجنة. خلاص، تقوم كل معلمة بالدخول وهتبتدي تكتب اسم الطالبة حسب ترتيبها داخل اللجنة. بعد ذلك خطوة تصوير الممرات ومداخل المدرسة، تجميع الصفوف بعد إضافة إيه المتعلمات. طبعا أنا بعد ما أضفنا المتعلمات هبتدي أقوم بتجميع الصفوف في الممرات زي ما شفنا خطوة الممرات، وبعدين إيه إضافة اللي هو استخدمنا إضافة إيه جولة. أوكي تمام، واضح لحد هنا؟ طيب الخطوة الأخيرة اللي هقوم بيها في الآخر، أنا عايزة أعمل إيه مشاركة. عايزة أعمل مشاركة. طريقة عمل المشاركة إزاي؟ أنا في الآخر هروح على المشهد الرئيسي اللي أنا عايزاه هيكون عندي. أنا مثلا عندي هنا عملت اللي هو المشهد الرئيسي اللي هستخدمه في المدرسة اللي هو ده، هو مدخل المدرسة الرئيسي اللي هو هنا عندي، اللي قمت بإضافة فيه إيه
جميع اللجان. اوكي، ممكن يكون انت عندك اكثر من مدخل او اكثر من مكان. انا حاولت اني يكون عندي مشهد واحد واقوم بتجميع اللجان ايه فيه بالكامل، اوكي، وبعدين هضغط على شير، اقوم بالضغط على شير. عندي الامبد ميديا لو هضيفه كميديا، وشير لينك خلاص، وهنا ببلش ان سوشيال ميديا لو عامله لينك. انا اللي هستخدمها ايه؟ شير لينك، هضغط على شير لينك. اوكي، من شير لينك هيبقى عندي هنا وهضغط عليه كوبي، ويفضل اني اختار ايه؟ هاي ثينج لينك انترفيس، بحيث انه يعمل لي لما اشغل يعمل لي الشاشه فول سكرين. خلاص، هول سكرين، ايوه هول ويندو. هضغط على هنا كده واقول له ايه؟ شير، واعمل كوبي. خلاص تمام. والخطوه دي هي هتكون ايه اللي هي اخر خطوه، اللي هي اعمل له شير لينك كده وايه، وابتدي اخد الرابط ده وابتدي كل واحده اشوف هتضيفه في السوشيال ميديا عندها، اما هتعمل له كيو ار كود. طبعا اكيد كلنا عارفين ازاي نعمل كيو ار كود. هو على فكره، لا لحظه، هو كمان في كيو ار كود، هو في كيو ار كود، انا اخذت الكيو ار كود منه. اهي كيو ار كود، هتضغطي عليه بيعمل لك الكيو ار كود كمان، وبتعملي له حفظ الصوره باسم، وبينزل عندك كمان الكيو ار كود الخاص بيه. انت بتبتدي تضيفيه في بطاقه، او بتبتدي تضيفيه ايه وات ايفر انت عايزه تضيفيه ازاي. احنا مثلا عملناه كاعلان كده للطالبات اهو، لحظه، اعلان للانستجرام خلاص، وضفنا فيه الكيو ار كود، وايضا عملنا ايه؟ عملنا روابط فرعيه، عملت ملف بي دي اف خلاص، في روابط مدخل مدرسة الرئيسي اللي هو الرابط الرئيسي، وكمان عملت ايه؟ لجنة المسرح. دخلت بقى بعد كده على كل واحدة فيهم، مثلا لجنة المسرح، او بتدخلوا عليها من برة يعني، لجنة لجنة، وهتروحي على تعملي شير، تضغطي على شير وتقولي شير لينك، ونفس الشيء هتعملي هاي ثينج لينك انترفيس، وتعملي كوبي للكود اوكي، وتحطيه في ملف بي دي اف. طبعا انا بوريكم افكار مقترحات ممكن تطبقوها، ممكن تخلوا رابط واحد فقط. احنا عملنا الاثنين، حطينا كيو ار كود للمدخل الرئيسي، بس عملنا ملف بي دي اف، عملنا ملف بي دي اف في كل الايه، في كل الروابط. خلاص، اهو ملف بي دي اف عندنا هنا، وحطينا فيه كل اللينكات لكل لجنه، لجان علمي ارضي، لجان علمي علوي، ادبي ارضي، ادبي علوي، المسرح، اي اماكن هتكون عندكم هتبتدوا ايه تضيفوها داخل ايه ملف الايه البي دي اف. خلاص تمام، اهو نفس ايه ما سوينا كده، او زي ما قلت لكم ممكن عن طريق انك بس تحطي رابط واحد رئيسي وهو هيكون الايه الصوره. اوكي تمام، خلاص لحد كده. في حد عنده اي استفسار؟ حد عنده اي سؤال؟ شكرا ابله صفاء، شكرا حبيبتي ابله صفاء، شكرا. ها، حد عنده اي استفسار؟ يعطيك الف عافيه ابله ايمان، يا شعله المدرسه حبيبتي، قواك الله، الف 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 شكر، الله يعطيك العافيه ويكثر من امثالك يا رب. حبيبتي مشكورة حبيبتي، شكرا أبلة صفاء على كلامك الجميل، شكرا حبيبتي أبلة صفاء، شكرا. خلاص، الشرح واضح، وأنا هحط لكم إن شاء الله رابط الفيديو، ولو في أي استفسار اكتبوا لي كمان نفس الشيء في القناة وأنا هرد عليكم، ولو حد عنده أي مشكلة ومحتاج أي مساعدة برضو يعرفنا. وطبعا هيكون في شهادات هتاخدوها دلوقتي، هقول لكم الرابط، شهادات معتمدة من مايكروسوفت إن شاء الله. وكمان إحنا بنشكر مدرسة بيبي السالم من منطقة العاصمة التعليمية إن هم شاركونا فكرتهم، ومديرتهم أبلة لطيفة الخلدي، بنشكرهم طبعا. ويا رب تكونوا استفدتم جميعا، إن طبعا إحنا بنتبادل الخبرات على مستوى وزارة التربية كلنا يعني، وإن شاء الله نفيد بعض جميعا. ودلوقتي هعطيكم أنا إن شاء الله كود الشهادات، كلكم أكيد عارفين رابط المايكروسوفت إديوكيتر سنتر، ونفس الشيء أنا هحطه لكم دلوقتي، وهحط لكم إيه الأكواد اللي ممكن تدخلوا
فيها تستلموا الشهادة. طبعا ثينج لينك نفسها ليها كورس مفيد، يعني موقع الثينج لينك ليه كورس مفيد جدا على شركة مايكروسوفت، ممكن تدخلوا ليه اهو، ممكن تدخلوا ليه، هحط لكم الرابط وتشوفوه. كمان انا هحط لكم رابط ان كنتوا اجتزتوا دورة الثينج لينك، ونفس الشيء انتوا لو دخلتوا عليه وشفتوا الفيديوهات الخاصة فيه جدا مفيدة، يعني ان كنتوا تشوفوا من الإديوكيتر سنتر. انا هحط لكم الرابط دلوقتي تدخلوا عليه وتحصلوا ان شاء الله على الشهادات. هحط لكم في الشات وهحط لكم اكواد الشهادات. هي اول ما تدخلوا طبعا عارفين الطريقه، لما بتدخلوا على الإديوكيتر سنتر هتدخلوا على البروفايل، خلاص هتدخلي على الريديم اشيفمنت كود، وهتحطي كود واحد واحد هتحطوهم. انا هحط لكم اتنين كود منهم، هتبتدي تضغطي عليه وتضيفيه وتعملي ريديم، هتظهر لك الشهاده في البروفايل. نفس كده هيظهر لك البادج والشهاده في البروفايل عندك هنا كده، خلاص تمام اوكي. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.